تماما في النحو والصرف وفقه اللغة وعلم الصوت والعروض، ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف، فلم يصنف أحد في التصريف أكمل ولا أدق منه. كل هذا والرجل من أصل يوناني. لا تعجب يا حضرة الأستاذ، ابن جني سحرته اللغة العربية مثل ما سحرت العديدين من أبناء الشعوب الأخرى التي أنعم الله عليها بنعمة الإسلام، فبهرتهم بما فيها من دقة وجمال ومنطق وقدرة على التعبير. هل أذكركم بكلمة طريفة للعالم الشهير أبو الريحان البيروني؟ تفضلي. قال أبو الريحان البيروني: والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. كان ابن جني من أشد المعجبين بالمتنبي، أي بأعظم شعراء العربية. إيه نعم، وكان يستشهد بشعره في المعاني، وهو أول من شرح ديوان المتنبي. وفي الوقت نفسه كان المتنبي معجبا بابن جني وذكائه، وكان يقول: هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس. لا والله يا سيدي، نحن في القرن العشرين نعرف قدره، فما نزال ننظر إلى كتابه الذي عنوانه الخصائص في أصول العربية نظرتنا إلى كتاب جليل الخطر في فقه اللغة، فنحن نعتز بأن إمامنا ابن جني كان قد أورد في ذلك الكتاب قبل حوالي 1000 سنة آراء سديدة في فقه اللغة تمت إلى علم اللغات العام وإلى علم الأصوات اللغوية دون أن تقتصر على العربية وحدها. أخطأ الأستاذ فضعف الياء، والصواب ابن جني بلا تضعيف.